بغداد الأغوى سواك مدينة، وما لي على أم العراق بديل، وما لي على أم العراق بديل. أنا اللي أريده من عندكم يا عراقيين، موضوع الدين هو مشكلة بلدنا، خلنا نعترف بيناتنا ونفتح قلوبنا ونحكي الحقيقة. الإنسان إذا ما يقيم ويحدد الخطأ مالته والألم وين، وما يحدد ويروح يفحص نفسه ويعرف وين العلة، والله العظيم نبقى بنفس المكان ونفس المشكلة. البعثيين وإيران وكل دول الجوار وأمريكا وإسرائيل لعبتهم بينا بالدين، لعبتهم بينا بالدين. بس هسه هي أو اللعبة اللي وراها اللي هي العشائر، وراح يصيرون لعبة قدرة حشاكم كلكم بيد الخارج، نفس الطريقة راح يستعملون ياكم. فإحنا يا أما شعب مثقف يستحق الحياة ويفتهم إيش يصير، يا أما إحنا راح نظل واحد يقتل بالثاني ويظلون يلعبون بينا طوبة والمليارات تنباق، ونفطنا رايح وحاضرنا ومستقبلنا رايح. مو هيك السؤال، لا مش قد بالمية، لا مو هيك السؤال صار نزار. اي ايش قد كمية الشرب تتوقعون؟ اي العدوى كمية الشرب ايش قد؟ مو قد بالمية. هاي وضعه صدام 100% سكران، منتهي جاهز يعني للوضعية. يا نص يا مكمل مفول زين، صاير فوطة على قولة جي. خلينا نشوف. دي سوان عبرت الشط على نصه على محبوب تلقصة، بس دي غنوها مو بطريقة أهل الرمادي لأن غير ذيكي. عبرت الشط على نصه، يعني اللحن يفرق، هذول مال الكيولية يفرقون عن ذولة. المهم اخذ عضة وخذ مصة، والله الأغنية هيك، هي الأغنية تقول هيك. شرب البطل على نصه. اي شرب البطل على نصه عبر السيد الرئيس. اي خلينا نشوف السيد الرئيس. والله ترى هي الاغنيه ايش تقول مليث، والله مو اني، لا والله ضاجت مليث، والله العظيم هي الاغنيه. روح اسمعوها مال ال... المهم شوفوا لي اللبس هنا واضح شباب. الو كابتن دا تسمعني؟ شنو سالفتك اليوم كابتن؟ دا يقطع كل شيء صار نزار. والله تعرف بامريكا لو يمك التقطيع قل لي. الو شلون؟ هلا خبرك مره لو انت ليش خايف من مليث؟ طبعا اخاف منها، زوجتي احبها واحترمها وتحبني وتحترمني، ماكو خوف بين الزوج والزوجه يا مطي. بس انتم متعلمين على النعل، لو هي تضربك نعال لو تضربه نعال، احنا احترام بيناتنا. يشهد الله متزوجه من 89 لليوم ما ماديدي عليها، يشهد الله. ليش؟ اكو احترام واكو حب واكو تقدير، يعني هي بتناس واني بالناس. بس انتم ما تفتهمون هاي العقلية، عندكم مثل هذا القائد مالتكم اخو قلالة 10 زوجات ولا وحدة وياه، ما يعرف وينهن، كلهم مطافر منا ومنا، يا اللي يجيبها تطفر عليه. سيد عقيل ايش بيه تليفونك اليوم؟ كابتن تسمعني؟ سيد عقيل مو اكلته، مو معلومات كلش مهمة اليوم. شكرا ابن بغداد. هذول ما يعرفون معنى الاحترام بين الزوج والزوجة، الاحترام يقيموه خوف. كابتن تسمعني هسه؟ ايه الحمد لله. الف الحمد لله. المهم اوكي هسه شوفونا لبسها، هذا شوفون لبسها الالوان والهذي
نفسها ونفس وجهها راح تطلع لكم غير لبس بعدين. هاي للتأكيد انه السيد الرئيس باعه لازمها من يديها. لا تقولوا لي ذول عربان وهاي عشائرنا العربية وهذا عرس مال عربان. نو هاي ديحان هذول طططططططط. صح سيد عقيل؟ واليوم مو اسمه سيد اسمه صدام الهيلقي. الهيلقي اليوم صح. صدام ابو الهيلقي اليوم. المهم خلينا نكمل. صدام الهيلقي. خلينا نكمل. لا لا هاي اللقطة مهمة النظرة. كلش مهمة هاي النظرة. بس كل شيء. سين كامل سرق الناس. اي هاي بعد لا بعدها ما جاء بعدها سين كامل. وهاي رجعت. هلا هلا بالسيد الرئيس. باعولي ايش راح يسوي حركه لابوها. هسه راح يصير وجه بوجه هو وابوها. باعولي النظره وباعولي الحركه والضحكه وراح تعرفون السيد الرئيس ايش قد وضعه واصل يا مرحله. شوفوا هسه صار وجه بوجه ابوها. هذا ابوها وهذا هي هو قصدي. هذول اذا تشوفوهم ابوها وصديم واحد قبال الاخ راح يباوع نظره لابوها راح تبين انه هو دوحي والله العظيم مو اني. شوف النظره ها آه. آه. ها شلوني سيد عقل من وانا سيد عقل ما تقول ايش بيك اليوم. تشوفوا لي النظرة مال السيد الرئيس. سيد عقيل ايش بيه تليفونك اليوم؟ والله اليوم الشبكة مو زينة لا والله. يلا خلينا نقاتل. المهم شايفها لهاي النظرة ويا ابوها من يقوم يرقص؟ شلون ما شفتها؟ صدق كذي نظرة شكر وامتنان. هنا هنا من شاف ابوها وشاف شواربه وتذكر الماضي راح يعوف البنية راح يعوف الحرمة راح يتشلب بيمن بأبوها والله مو آني. هسه راح تشوفون راح يعوف البنية ينساها راح يتذكر الماضي راح يتشلب بنزلمة ويعوف البنية باعوا والله مو آني. شوف انتبهوا رجع. اما ذالا العقل مالتهم اد تشوفوها هل هاي عقل مال العرب؟ هذا 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 العقال العربي اللي هو لابسه ابوها بحجه العرس. هذا مال الغجر. هذا تشوفوها الوصله اللي تنشد على الراس هاي بس الغجر. ممنوع يلبسون عقال بزمن قبل ماكو ويمشون بالشوارع يلبسون نفس اهل العراق على مود يميزوهم عن العراقيين يلبسوهم هذا. صح سيد عقيل دا تكلم لو غلط؟ صح صح. اما صدام رقص ويا ابوها فهو صدام هنا رجع الوضع الطبيعي. هنا ذكر هذا حاط صوره صدام غلط لا مو هيك ولا راح يموت طبعا ما اعرف ايش بيه. هاك حبيبي شو تريد حبايه ما ضغط ما عندي والله عندي مال وجع راس وهناك لازم اروح اجيب لك اياها. اي والله لو يصعد يسولف لنا صح. لا 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 خليهم للاخير خليهم اليوم الضغط راح يصعد. ابو عبد هم محضر لهم قصص اليوم من هاي راح اشقهم شوكتين. اي خلينا نكمل. هنا صدام ويا من دي يرقص. وين البنية راحت؟ ابو صديمه وين راحت البنيه؟
وين راحت البنيه اللي كانت بيناتكم؟ الوضع السؤال استاذ نزار يعني. اي تفضل تفضل. قلت له حجابركم تصورون يعني تصورون رواحكم حضاربكم على ايدكم؟ والله ما اعرف ليش يصورون نفسهم. والله هو وعلي حسن المجيد والكيولي ايش تردون يعني؟ ليش تصورون نفسكم؟ ما دا ادري. هنا الاخ يقول لي هذول صميدع بدياله، هاي لا هاي مو بدياله، هاي لهجتهم اهل الموصل القريبين على حدود سوريا، هاي اللهجه مالتهم واليابا. لا تحاولون تشوشرون علينا انتم جماعه البعثيين. زين حداك اذا واحد من دياله من دياله يلبس هالشكل. لا لا ما دياله اخوان، انا عشيرتي من دياله وانا طفل رايح لهم، وانا اكو شيء. هاي الالوان الاحمر والملون والهذي يلبس بمكانين بالعراق بالانبار ويلبس بال يعني بالموصل. عذرا لاهل الانبار ناس محترمين وعشائرنا ونعرفهم، ما عندهم حتى كوليه ما عندهم بمدينتهم، بس الموصل معروفه قريب على حدود سوريا، هاي المناطق كلها موجود بيها. زين خلينا نكمل. هاي شنو السيد الرئيس؟ لا 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 شفتوا لي اللوفه؟ تذكرون اللوفه مال عدي الهزه مال ورا؟ شوفوا لي السيد الرئيس راح يهزها هسه. بعض انتبهوا لي هسه، هذا الحمايه مال صدام بما انه هم عرب هذول مو غجار، انتبهوا لي ايش لازم بايده ومن جوا ابطها وحاضنها. هذول يقول لك هذول عرب وعرس. هذا الجاوية صدام بعد شو مسوي؟ ها يا بي هاي منتبه عليها سيد عقيل؟ ايش بيده؟ ما منتبه عليها؟ الو السلام عليكم ابو سعد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك سيد عقيل، ويانا لو مو ويانا؟ ما اعرف شلونك انت، شلون صحتك؟ شلون احوالك؟ انقطع عن سيد عقيل لعد، لازم شلون نرتبه؟ انت رتبها واتصل بنا مباشره. اسرع اسرع خابرك وخابره ان شاء الله، بس ضبط لي ضبط لي الصوت عندك بصدى، بس رتب لي صوت لو اكو سماعه لو شو شنو ان شاء الله كابتن. اكو احد منتبه عليكم من شاف الفيديو انه هذا الحمايه مال صدام اللي هو عقيد حاضن له وحده مثل صدام؟ هذا منعم رشيد ابو امانه بغداد. حلو. السلام عليكم كباتن. شويه ضعيف كابتن. دقيقه. سيد عقيل تسمعنا؟ هسه واضح. يلا وسلموا واحد على الثاني بدنا نكمل. سيد عقيل الله يساعدك، شلونك؟ الله يسلمك ويبارك فيك يا زغاليك، رحم الله والديك. الله يحفظك، صوتي واضح لك؟ واضح جدا هسه كابتن. عالي واضح. كونتينيو. بلش يا الله خير ان شاء الله، بيك كونتينيو يا الله، اليوم الواجب طويل. كابتن سمعت اللي حكينا بالبدايه لو ما سمعته؟ لا والله يعني كنت بالطريق. الحمد لله على سلامتك. المهم ما استخدم التليفون. المهم احنا كابتن ثبتنا للناس انه هاي حفله مال غجر وليست عشائر عراقيه. الدليل الاول انه هم خبط نساء ورجال، وهاي ما تصير بالعرب، ماكو عندنا بالعرب هيك موضوع. النقطه الثانيه اللي قلناها حفله ما بيها عريس ولا بيها عروس، فاذا هو مو عرس عراقي مثل ما صوروه جماعه صدام ونشروا للناس انه هذا حفله عرس وصدام مشاركهم. النقطه الثالثه صدام حسين سكران وواضح عليه السكر. النقطة الرابعة انه اكو بنية كانت ترقص يمه ايد بايد، وهاي البنية اختفت بعدين راح تظهر بنهاية الفيديو بغير لبس، فمنتبه على هالملاحظات؟ اي نعم انتبهت. زين منتبه منتبه. اي نعم الله يحييك تفضل. تحية لك، تحية للسيد عقيل، المتابعين واللي مأيدينا واللي دا يسمعون صوتنا،
وسبيشال تحيه لابو وسام، هاي ان شاء الله انت توصلها. ان شاء الله توصل له ودي يسمعنا هو ان شاء الله. المهم هسه هنا عندنا هذا العقيد، هذا مو خالد من عمر رشيد اعتقد الثاني اللي وياه، هذا العقيد هسه حاضر له وحده، ما اعرف هاي بقياسات العرب يقولون ذول عرب وذول عرس، انه كل من ياخذ له وحده يحضنها عادي، ما ادري والله ما اعرف، اريد واحد يشرح لنا هذا الموضوع. هسه هاي بينت هاي بس بالك اي شاكم الصير بس العرب عيب هاي هاي ما تنحكي اساسا. زين هسه احنا اتفقنا الكل ما عدا جماعه صدام انه هاي حفله غجر. اتفضل ابو سعد. استاذ نزار العفو، من ايش وقت العرب اصحاب القيم المبادئ الاخلاق باي مكان في اي مكان سواء بالعراق او غير العراق، العشائر العريقه عندهم حفلات مختلطه، من ايش وقت ماكو شيء؟ والله لليوم ما عندهم، ماكو ولا لح تصير لا هسه ولا بالمستقبل. والله يا ابو سعد ذكرت الله شاهد علي سنه 88 اخوي زهير الاكبر مني تزوج بنت عمتي من الموصل مصلاويه، الله يحفظهم ويبارك بيهم ولد عمتي الجميع. فهو اخويا انا اخذت الاجهزه والفرقه ذاك الوقت الشباب وعندنا طموح وريد حفلات، وهذا اخويا لازم اسوي له حفله. يشهد الله رحنا لبيتهم ما قبلوا، هم بيت يعني بيت مو قريه، بيت بالموصل ما قبلوا نساء ورجال، وهذه سووا حفله للرجال وحدهم، وهذا اللي صار. وهاي اكثر 99% من العراقيين ما يقبلون على نفسهم، العوائل تكون مختلطة يعني. نعم أكيد أخي، بس حسب معلوماتي أني وكان عندنا مصور يعني من أقربائنا من بعيد بالإذاعة والتلفزيون قبل ثمانينات، نعم. وهذا كان توفى والله يرحمه يعني بالمعركة وجد قذيفه، هذا كان يروحون إلى الخطوط الأمامية وتصوير ومرة انجراح ومرة كذا، حكالي في اليوم حكاية نقلا عنا الله شاهد، قال ماكو فيلم ماكو لقطة ماكو صورة ماكو لقاء ماكو مؤتمر إذا ما الفيلم ينزل يوم صدام حسين ويفحصه ويتفرج عدة مرات يلا ينزل بالإذاعة والتلفزيون. صح. لازم. سؤال لأخ لكم سيد عقيل وأبو سعد وكل الموجودين. صح. هذا الفيديو هل عرض في تلفزيون لا. العراق لو تصوير خاص مضموم شو تقولون؟ لا لا هذا تصوير خاص مبين سيد عقيل. تصوير خاص واضح كل العراقيين الموجودين، هذا تصوير خاص لو عرض في تلفزيون العراق في وقته، جاوبونا. يعني من غير المعقول رئيس جمهورية يوقع نفسه بهيج مطب ويعرض هيج فيلم، هاي هاي مو فوق العيب. إذا عيب لا هاي العيب تضرب على الترابي وتطلع قبل، فوق العيب هاي. هسه جواب كل العراقيين خاص تصوير خاص، اذا نفس التصوير مال علي حسن المجيد، وهسه راح تطلع لكم بعد هواي تصويرات راح انا متاكد هسه بس يدورون بالارشيف يطلعون امور اكثر بعد. المهم هسه والله ابو اي نعم ابو ليث قبل هسه والله انا بالفتره يعني نهايه 88 و89 تقريبا كلها داومت بقاعده فرناس بالموصل. اي نعم صدام بهاي الفتره حتى احنا كنا نسال يعني كلش هواي يجي الموصل و90% ما تنعرض بالتلفزيون 90%، شلون احنا نعرف يجي الموصل؟ طيارات مالتها تنزل بالقاعده مالتنا. يعني انت انتبهتوا على هذا الموضوع ذاك الزمن؟ بس ما نعرف ليش يعني هوايه هوايه يجي كلش هوايه. زين هسه نكمل الفيديو، عرفنا انه حتى اللي ويا صدام حسين كل من كمش له دجاجايه وقام يرقص وياها، اذا الشغله صارت كابلات، بدت بس صدام عنده كابل هسه كل من عنده الكابل مالته. خلينا نشوف نكمل. اريدكم شباب يا عراقيين تنتبهوا لي على هاي الحركه الرقص مال صدام حسين مال تشوبي، لان عندي رقصه ثانيه لصدام حسين بالتشوبي اريد نربط بين هاي الرقصه وذيك الرقصه،
هل هذا الشخص نفسه صدام حسين هذا وذاك نفسه؟ يعني جديات انت ابو سعد وابو عقيل وسيد عقيل ما تشوفوها لان تحشون بالتليفون. فاتمنى من كل العراقيين تنتبهوا لي على الحركه اللي راح يسويها صدام حسين بالرقص، واريد نقارن بين الرقصتين. خلينا نشوف. المهم هسه هنا موضوع الحفله افتهمناه، عرضناه للناس، صار الاتفاق كامل انه هاي حفله كيوليه بها صدام حسين، واكو حدث مهم نبهتكم عليه انتم ما حد منتبه عليه، انه اكو بنيه دا ترقص يمه والبنيه اختفت. سيد عقيل منتبه على هذا الحدث؟ اي منتبه منتبه. سيد ابو سعد انتبهت على هذا الحدث مال ظهور البنيه يرقص وياها وبعدين اختفت؟ نعم. زين هسه راح نطلع لكم البنيه وين راحت. البنيه اللي اختفت اللابسه ابيض. نعم جوا اباطه. اي هسه لابسه ابيض وفوطه سوداء، هسه راح تجينا بغير لبس وشلون قاعده يا مصدام حسين؟ خلينا نشوف. يجوز كانت بالواجب ما ندري احنا. هسه هسه راح تجي اقرب. هسه انتبهوا لي هاي البنيه اللي بصفه، هاي بصف صدام حسين نفسها كانت ترقص ويا شوبي بس هنا لابسه اسود كامل، لابسه اسود كامل وكتب قدامها تم دن. لا تم 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 مين؟ كتابنا وكتابكم وصل. شوفوها سراح هسه راح يقربون اكثر على راح يقربون اكثر على وجهها، وكل من اللي قاعد يمه كبل مالته والامور تمام. هسه راح يجي الكاميرا على صدام، هاي الملونه اللي قاعده يم صدام وقاعده بسدو بسد انخله ما قاعده بصفه. شباب يا عراقيين هات قاعده بصفه لو طابه بي ابو ليث ذاتي قول يثبت. اي يعني مو يثبت لك ويثبت لابو سعد انه صدام دوكسز يعني انت رئيس دولة صدق كذي ويا الكيولية لا هيش لا هيش يعني قياسا 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 الساجدة هاي ملكة جمال ترى هسه قياسا للمنصب قياسا للمنصب هذا مرض بيهم اخوه علي حسن المجيد نفس الحالة. انت شايف الاشكول اللي تقعد اللي تقعد علي حسن المجيد بالحفلات هم هذا ذوقهم ما يقدرون يعني بيهم مرض هذا اللي يقدرون يتفاهمون وياه مو ابو سعد. انت تتذكر بالثمانينات اجى الملك حسين هو وزوجته ملكه نور تذكرها؟ ايه ذكرها صح. ملكه نور اخذت صوره ويا ساجده خير الله اول مره تطلع صوره ديول يعني واحد واقف يسار واحد واقف يمين، هاي حطوها على باب الجامعه المستنصريه بالليل وانقلبت عليها الدنيا كتبوا عليها الحسناء والوحش. والله صحيح والله اتذكرها وقرانا اتذكرها. هو صدق كان هذا مسلسل الحسناء والوحش وحتى هوسوا عليها باللاتر ايش قالوا؟ عليها اي والله هوسوا قالوا الحسناء حنت على الوحش وانت ولا حنيتي. هاي هو ايه السيد همزين ايد من الجان همزين وشاهد كان. هسه هاي الملاحظات اللي انا طلعتها بقناتي وقلت لكم الفيديو انتم شفتوه شكل وانا شفته غير شكل، حتى سيد عقيل وام سعد ما منتبهين عليه الا قلت لهم روحوا ركزوا هذا الموضوع من عادوا الحسابات لقوا الموضوع صحيح صح شباب؟ وانت رجل
أي. احنا رجل... احنا ناس عسكريين، انت رجل اقتصادي تعرف شلون طلع الموازنه مو شغلتنا يا فهاي هاي الحقيقه مال الفيديو. صدام حسين رايح الى الغجر الكيوليه، وهاي كانت رفيقته بذيك الليله، هذه اختفت من كان يرقص شوبي لابسه ابيض، التقط... انقطع الفيديو، رجع صدام حسين بهاي وضعيته وهي لابسه اسود وقاعده لزق بصدام حسين، مو لزق يعني عادي، يعني حتى الزوجه العاديه من تقعد يم اهل زوجها هم تتجرأ تقعد هيك قاعده ويا زوجها، يعني احتراما احتراما للناس الموجودين، الزوجه مستحيل تقعد هيك قاعده امام ناس، يعني حتى لو عمها يعني اخوه العفو اخوه زوجها الناس مستحيل تقعد هيك قاعده الا اذا تكون القاعده بها ليك، يعني وذا بيها ليك، يعني خب أليسة مو غنت جوايا ليك شو ما حد حاسب يلا شباب عندكم تعليق ثاني أبو سعد وسيد عقيل، وهذا الفيديو مكون إذا كشي أنا ما منتبه عليه قلوا لي. أنا أسأل أبو سعد، إذا ضابط برتبة نخيب مو مهيب ركن ويرقص شوبه وهي الكاولية شي تعاقب؟ أقول لك أكو فيلم موجود سبعاوي من كان مدير الأمن العام قاعد بصالة أوقات اجتماعات، وأكو بعض الضباط عليهم شكاوي، واحد من الضباط شنو تهمته؟ قوم ملازم فلان اجا استعاد تعرف ملابس مدني قدام المايك قدام السماعة، قال له انت شلون ذاك اليوم قاعد بمكان والمؤذن تأخر وانت تأذن مكانه، على هاي حاسبه ليش صح. تأذن مكانه صح شفت تاني هذا الفيلم موجود يعني وعرض، يعني ضابط ما يخالف الحمد لله يعني شعراية بس هذا ابو سعد هذا ترى ابو الحملة اليمانية هذا اللي على اساس داعي بتحرير مصر الرسول القدس، هذا اللي على اساس موقف المد الصفوي، هذا رجل الدين، هذا يمثل السنة، والأمة العربية من بعده ضاعت، كل العرب يبكون والله العظيم، العرب من تروح لهم والله يرحمك يا أبو عدي، والله العرب من بعدك ضاعوا يا أبو عدي، والله العظيم كلهم يبكون، إيده يبكون على الهريسة غير راحت الهريسة والله الهريسة زينة الظاهر. ألو أي نعم نسمعكم يا كباتن. أكو شو نضيفة كباتن لو انتقل للصفحة الأخرى؟ أنا ما عندي شيء. شوف سيد عقيل إذا ما عندك شيء بس أنا بدي أسأل سؤال، أعتبر السؤال الأخير ترى ما يجي بالامتحان، ترى يجي بالامتحان سينفرد زين، شلون رئيس جمهورية السيطرة مال الكاميرات يمه وما كان أكو قبل موبايل أو كاميرات كلا، شلون قبل يتصور هذا الفيلم؟ بس هذا اللي أنا لا يخبر، يعني سفتهمنا هو راح لهذا المكان الإناء ينضح بما فيه ماشي، زين ليش دا يصور حتى ينفض؟ والله عجيبة والله عجيبة لا صدق والله بس افتهمنا والله أكو صور عجيبة أكو صور مع الإعدام نعم حضار ما عليه دون صورون مدافتهم هو أنت صوتك لا بديك زين، والمصور مو جايبين مصور مشارع فلسطين ولا جايبين من المنصور، مصور مالتك مال الدائرة ما يصور إلا بأمرك، زين ليش دا تصور هالشيء هذا حتى تنفضح؟ بس هي أمر الله، الله سبحانه وتعالى هاي الجمهورية تروح هي مكاولية يعني ماتت الدنيا فدنهم شايل على اشتافك ومو شايل على اشتافك يمي كاولية وحروب طاحنك مو يعني حتى واحد ما عنده بباله يفكر بلاك المشروع مال إعادة الإعمار العفو الله يرحم ولدنا اللي راحوا بالجبهات على اساس في سبيل الوطن وهذول لاعبين طابه بالوطن، انا اشكركم كباتن الله يبارك بيكم وتعبتكم وياي وانتم وجودكم بالقناه هو من اجمل ما موجود بالقناه يا كباتن. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يبارك بيكم تحياتي اي نعم ابو سعد. عندك شيء بعد خلصت الحلقه عندك بد موضوع ثاني؟ إذا أكو شيء تردون تتكلموا تفضل، أنا عندي أبو عبد وراكم على راحتكم، أكو شيء تفتحون موضوع تفضل أبو سعد.
احنا نريد انا وسيد عقيل نريد في اليوم على مود منير رفائيل. اها منير رفائيل صح، توعدنا على هيك حلقه حتى سيد عقيل يحكي لك على امكانيات الطائره الميغ 21 اول ما جت العراق بالسبعينات مو البز الروسيه شنو كانت امكانياته، شوف هذا الشخص اخذها من اسرائيل. اي نعم تمام، فانت ضبط لنا الامور وانطينا خبر انا والسيد وان شاء الله خير. ان شاء الله كمان ان شاء الله وعلا. الله يبارك بكم وتحياتي لكم و... الله يحفظكم لكم المستمعين والمشاركين، وتحياتنا سيد عقيل وبارك الله بك. الله يبارك بكم، تحياتي كباتن، السلام عليكم. تحياتكم نشكركم يا كباتن على وجودكم ويانا ودائما وجودكم جميل. الله يبارك بكم وشكرا على يعني اعرف ان انتم تحسوا واجبكم امام الشعب العراقي لاظهار الحقيقه، والحمد لله والشكر رب العالمين. الحقائق واضحة لكل الناس اللي يردون يعرفون الحقيقة. هسه راح نخابر أبو عبد. هسه يا شباب اللي أني حللت لكم إياه، إن كانوا هاي حفلة غجر وكيولية وصدام حسين سكران اكتبوا لي نعم، وإن كانوا ذولا مو غجر ومو كيولية وصدام حسين رايح العرس عراقي اكتبوا لي لا. خلي أشوف كاتبين عرس صدام حسين في عرس عراقي شارك عرس عراقي هيك يعني. نعم نعم اكيد نعم 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 ومكبسل نعم واويه نعم مليون نعم نعم. كيسة ابو مختار بعدني ما فاتح المكالمه، ابو مختار خابرني على التليفون الخاص عندك. واحد قال مو كوليه، لعد هاي امك كانت وياهم فخايفه على سمعتها. نعم كوليه. عرض الفيلم موجود بالش اسمه. نعم نعم لحزب البحص، الله وكيلك كاولية. نعم نعم طايف من الشرب. نعم وسكران. أبو مختار عنده تعليق على الموضوع، خلينا نشوف أبو مختار. السلام عليكم أبو مختار. حبيبي حبيبي أبو يوسف شخبارك أبو مختار الورد، شلون صحة والأحوال وشنو رأيك بالفيلم الانعراض؟ هل أنت كنت منتبه على الملاحظات؟ لا والله ما منتبه، بس أنت صراحة يعني ما شاء الله عليك. شنو رأيك ما شاء الله برئيس الكاولية، شنو رأيك بيه حاليا؟ أنا سؤالي المداخلة ماتي حتى نعطي فرصة لأبو عبد. أي نعم. المشكلة جماعة راجعين البعثيين والصداميين باحة قرار وقرار رائع جدا، بس أنا صراحة قهرت. يخذون على الحمام والعنكبوت بالعراق. من الحكومة العراقية؟ لا البعثية والصداميين جماعة راجعين. أي شي يقضون على شنو؟ الحمام والعنكبوت. ليش؟ قالوا يعني غرسون الحفرة للباب مثل ما سووا للنبي صلى الله عليه وسلم، العنكبوت يبني والحمام التوى عيشه حتى الامريكان ما ياخذوا. صدق صدق ليش الحمام هو العنكبوت مجن يسوون؟ يلا تصعد لنا ابو عبد. تحياتي ابو ليث. تحياتي يا طيب. ذا اقول ليش البعثية ضد الحمام والعنكبوت؟ هسه افتهمت. تحياتي لكم يا عراقيين. اني مهمتي اباوع على الصورة بطريقة تختلف عن الباقين، مو حس المؤامرة بس. هي حياتي اني كل شغلي كان بالفن وبالصورة وبالتلفزيون، دائما اباوع على الباكراوندات، اباوع على الخلفية مال الصورة، انتبه عليها شنو المميز شنو الغلط شنو حركة الكاميرا، فهذا شغلي. فأنا من أنت أباوع الشيء ما باوع مثل الناس، يعني انتبه على كل التفاصيل. فالحمد لله رب العالمين رزقني هاي الموهبة، أنه هاي الحلقة أول الحفلة ما انبثت أنا انتبهت أنه هاي حفلة كيولية. بس خلي أشوف دكتور إحسان، يعني أكثر من مرة ديرون لي من بداية الحلقة، خلي أشوف شي يريد من عندنا. السلام عليكم دكتور. حبيبي الغالي تفضل يا طيب. الله يحفظكم استاذ نزار. عيني احكي لك شغله والله العظيم امانه. تفضل. الله تفضل يا طيب. هذول الفيديو اللي عرفته ذولا بحمرين بدي على سادس وما يدع، اقسم بالله العظيم، وموجودين وعنده بيتين رئاسيات مثل كربانات مال الديوان لحد الان موجوده. كان يجي يمهم بالثمانينات يقول لهم انا اقاربكم، وكان دائما موجود يمهم، يعني صايرين مثل العوائل، علاقتهم بيه قويه جدا.
واكراميات وبنانه وبالبيوت، ولحد الان موجودين اقسم بالله العظيم ساده صميتع اعرفهم وانا زائرهم بديالة بحمرين يعني. وتحياتي لك والله العظيم. الله يبارك والله العظيم. تحياتي لك. يعني شويه كلمه انه المرج نجيب اسم عشائر يعني خاف بعدين معيبه الشغله. اذا انت تضيف لنا هاي المعلومه على هالمكان بديالة هذا ينضاف للمكان اللي احنا عرضناه. هذا الوضع واللهجه اهل ديالة اعرف لهجتهم اني واعرف شلون يعني طريقه كلامهم، بس هاي مو لهجه اهل ديالة، هاي لهجه الموصل ربيعه هاي المناطق اللي هناك بين سوريا وبين العراق اللي بيها. فالمهم ان نكمل ويا ابو عبد. ابو عبد خلينا نشوف رايه بالموضوع. يعني انا ما اريد يكون عندنا مجال انه نشوه سمعه عشائر عراقيه. ما السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ابو عبد، شلونك عيني حبيبي؟ استاذ ابو العيف يلا شلونك؟ كابتن شلون الاحوال؟ ابو عبد شلون امورك؟ الله يخليك يا طيب. انا يما صح لك كابتن لان كل الاعضاء ويانا كباتن. ان شاء الله. ابو عبد شنو رايك بالفيديو اللي عرضناه وتحليلنا صح لو خطا؟ اول شيء خلي حي المتابعين. اي نعم تفضل. زين تحياتي لهم لاحب المتابعين خصوصا للاخ محمد علوان الله يحفظهم ان شاء الله. تحياتنا لمحمد علوان وكل العراقيين الابطال اخواننا. يا اخي ما تتصور الاخ يجي مسربت صراحه. ليش تم منتبه على هذا الفيديو من نزل؟ صار اسبوع من نزل هذا الفيديو. ما شايفه صدي. زين هذا التحليل اللي انا حللته تشوفه صح وش قد بالمية صح؟ لا لا واضح من العقال مالتهم. يعني انا من شفت العرب كلها تلبس عقال، يعني انا من شفت العقال مالتهم وصله ما عندهم هي الزيب العفو بس الغجر. صح كانوا يميزوهم من ينزلون البغداد ينزلون الموصل المدينه ينزلون لاي مكان لازم ما يلبسون العقال العربي يميزوهم الناس يعني بهذا اللبس. ايوه وتداخل النساء ويا الرجال ماكو شيء يعني صراحه ما سمعني هي الصراحة. وهم نفسهم كانوا مناطق غربية ويانا وهاي ما عندهم هاي الحالة يعني. لا لا ما عندهم ما عندهم اقول لك هي هاي المناطق الشمالية. هاي المناطق تلقاها باي زمار وزونار ما اسمها بالموصل ذن الكاولية يعني بين حدود السورية يجوز حتى بسوريا فايت هذا الموضوع. المهم قصد الحكي هو راعي الكاولية اثبتنا لكم يعني بالدليل القاطع انه هو كاولي مثل اخوته ومثل وضعه. محمد علواني يسوي لك تحية ابو عبد. فبالدليل القاطع انه هاي الحفله مال كيوليه وهذا نفس اخوته نفس وضعهم هذا مستواهم الفكري والعقلي هو هذا طموحهم بالحياه. فهذا الموضوع علي محمد امني يسلم عليك وتحيه لك. ابو عبد الله يحفظهم ان شاء الله. شلون تريد تبدي؟ ابدي انت. خلاص احنا حكينا على الفيديو هوايه. هذا الفيديو يا عراقيين اريدكم تنشروه. يعني هذا الفيديو اللي طلعناه مال صدام حسين والكيوليه اريدكم تنشروه الى كل العالم، خلي يشوفون وضع صدام حسين وحكومته النغوله. اي نعم تفضل ابو عبد. اول شيء استاذ نزار اذا تسمح لي اريد اعقب على الحلقه السابقه. اخوان انا اعتذر منك ابو سام من الاخوه شويه، ترى بالنهايه الحلقه شويه يصير يقل تركيز يعني اتعب صراحه. اي نعم يعني فقط اريد اوضح صار بالحلقه السابقه. اخوان هذا التصنيف انا اللي قلت لكم اياه انه تصنيف الدوله لحزب الدعوه مو تصنيف حزب الدعوه نفسه. ها يعني انت من كنت تحكي ما انا سالتك انت سؤال اكثر من مره دا اقول لك. صحيح. يعني هذا التصنيف مال انه كل الشيعة اللي يدفعون الخمس اللي هم يعني شيعة ملتزمين هذا تصنيف من هو اللي يصنفهم انه هم حزب دعوه خلص يعني هذا حكم على كل شيعي يدفع الخمس ملتزم دينيين هذا حزب دعوة، منو تصنيفه يعني يصنفهم؟ الدولة تصنف هذا الشيء، مو الحزب يصنف هذا الشيء. الدولة. يعني حتى وأنا شوية تعبت صراحة تركيزي يعني. خلاص يعني هسه أنت أثبتت لكل العالم بهاي الكلمة وكونك أنت دخلت دورة أمنية أنه معلميكم شكو شيعي ملتزم يدفع الخمس هذا حزب دعوة. هذا مو شيعي، هذا حزب دعوة. ألو. أي وياك. أي نعم هذا أي شخص شيعي ينطبق عليه هذا التعريف في موازين الدولة
يعتبر حزب دعوة، أكو قرار، أنا طبعا قلت لك شوي كلمة مراكز، قرار مجلس قيادة الثورة يعدم أي واحد بحزب الدعوة حتى لو بأثر رجعي. أكو إيش قرار ترى؟ حتى لو بأثر رجعي، لهذا استمر حتى التسعينات، حتى التسعينات يعدمون باسم حزب الدعوة. نعم نعم زين. فبعد ماكو نقاش بالطائفية يعني، بعد الساعة عبرناها يعني، هاي طبعا زين. نظريا بعد العملية المواصلية للجماعة أكو عندهم نظري وعملي، هذا النظري، بعد العملي إن شاء الله من نوصله نتكلم يعني في حلقة سابقة إن شاء الله. عاشت إيدك، عاشت إيدك، وضحت لنا لأن ذيك بحلقتك كنت تعبان، عدتها عليك أكثر من مرة ما طيتني الجواب، هسه طيتنا الجواب الشافي على هالموضوع، هسه ندخل بمواضيع. أنا أعتذر منك. لا بالعكس، أنا أعتذر منك، أنا أعتذر منك بعض الأحيان أطول بيدك، سامحوني إخواننا المتابعين، أنا أعتذر منك لأن بعض الأحيان الوقت طويل وأنتوا يعني وقت يصير عندكم متأخر، فهم التركيز قل، أنا أعتذر لأن أخذ من وقتكم، بس هذا حق عليكم وحق العراقيين عليكم أن تطلعون تبينون الحقيقة للعراقيين. يلا أبو عبد الجو لك، واستلم الاستير يمك واستلم. تمر تمر أبو لي، أنا في 11 ترى نام للمعلومات، بس ما طول الشغلة تسوى أبقى للصبح، ما طول الشغلة تسوى، وأنا بخدمتكم وخدمة المتابعين. الله يبارك فيك، تفضل يا طيب. زين، أريد شوية عندي تنويه على هذا الشخص، يمكن العميد أو العقيد بالقوة الجوية طلع، وكل خير يسمعني. لواء بالقوة الجوية، لواء ما انتبهت على رتبته، خلي يسمعني. أيوه، وكل ضابط هم خلي يسمعني، أو إنسان محترم. أنا غلط الكلام اللي راح أتكلمه، مو الغاية أنه أنتقص من الناس، بس أريد أوضح لهم بعض الحقائق، خصوصا الضباط يقبل هذا العمل أنه يصير به هاي الممارسات أم لا؟ إذا يقبل بعد ما أعرف شلون أجاوبه. يا ممارسات تقصد هسه راح أسولف، إحنا كنا نسويها اللي هسه المواضيع راح تتكلم بها هي رسالة لهذا اللواء اللي يتهجم علينا وعلى قناتنا بالحلقة السابقة، وكل واحد يتهجم على قناتنا، اسمعوا هذه القصص والحقائق اللي صارت بزمن صدام حسين بشهادة أبو عبد في وقته، راح يشيلكم يا للناس، إذا تقبلها على نفسك ذاك الوقت أنت حر مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا ما تقبلها على نفسك وعراقي حر وشريف تقول لا هذول ظلموا وذول أذونه. تفضل أبو عبد. بس أخوان ترى أنا الغاية من أنه الكلام مو أرد انتقص من الضباط، لا والله، أو الناس المحتاجة، أريد أوصل فكرة لا أكثر ولا أقل. زين، أي نعم. إحنا كنا في زمن 88 89 من كان مدير جهاز حسين كامل، طبعا وراها تغيرت الأحداث لأن هي الدولة يعني ضعفت صراحة. أي نعم. وقام عنصر الأمن هو عيشت على أبو الهندسية، والهندسية عيشت على عنصر الأمن، هذا مو موضوعنا، فدعشيكم في ذلك الوقت إخوان، مو ورا التسعينات حتى أكون صادق. طبعا أنا في ذلك الوقت قلت لك كان عمري من 16 أو 17 يعني 15 سنة بالبداية، مو بهذا المكان. زين، أول شيء أريد أعتذر من كل شخص أسئت له بكلام أو مديت يدي عليه، أنا أعتذر من عدم لنا أنا كنا طفل في ذلك الوقت. عيد لي هذا الاعتذار، عيد لي من شنو؟ أي شخص في ذلك الوقت اعتديت عليه بكلمة أو أنه مديت يدي عليه من كان عمري 16 سنة في ذلك الوقت، زين أعتذر من عنده، لأن كنا الطفل والجو العام هو يعني الدفع لهذا الشيء. الله يبارك فيك، تفضل يا طيب. زين، وهذا الشخص اللي مديت يدي عليه ترى مو كانوا ضعفاء، لا بالعكس أنا الضعيف، يجوز برا ما أقدر أباع بوجه للمعلومات. أي نعم. زين إخوان، إحنا كانوا عندنا ضباط الهندسية، المهندسين مال الهندسية برتبة عقيد ومقدم يعني رتب عالي، أو مثل أكو ضباط يجون مثل أبو الاتصالات يعني، حتى كانت بدلتهم أعتقد ما القوة الجوية هيك يعني، إذا ما يعني خانتني بذاكرة. زين، يشتغلون مال الأسلاك كذا. زين، هذول الناس إحنا مو مسؤولين عن يعني تقييم عملهم، هذا مو شغلنا إحنا. زين، احنا شغلنا انه نفتشهم يعني الشغلات الامنيه، الشغلات اللي تخص انه خافك وسرقات، هذا شغلنا، ما لنا علاقه بتقييم عملهم. زين، لكن طبعا احنا قلت يعني شرحت لكم الوضعيه، احنا ناس شنو تفكيرنا وشنو مستوى ثقافتنا، لكن بعض الاشياء مثلا هذول خطيه قلت لك احنا يعني مثل ما نقدر مثل نسيلهم بشيء
يعني مثلا مديدة عليه لا شوية صعبة بس أقدر بغير طرق بغير طرق أنه أرد أسئلة زين ليش نسئلهم مو مسوين شيء الناس للأمانة بس أنه يجي واحد شيء يقول مثلا من جماعتنا يقول هذا شايل خصمه ما سلم عدل هو عقيدة أو مقدم زين أو مثلا من يطلع بعض الناس عندنا ترى ما عاد مخلق يوصي على لفات الصور هو مقدم عقيدة يقول له بلكي تجيب لي لفات من ترجع الله دقيقة هم ذول الضباط شنو يعني وين يدامون أبو أكو بيهم بالشؤون الهندسية زين يعني عالديوان أكو بيهم مثل الشركات تبع للتصنيع العسكري زين هنا من يطلع الضابط ورتبتك كبيرة أنتوا لأن كونكم تابعين إلى يعني تعتبرون من أجهزة حمايات صدام حسين أنتوا ما تخافون منهم ولا تهابوهم لدرجة تقول للضابط كان ما تكون رتبته جيب لي لفات وياك نعم هم الناس خطيها ما تياخذونا يعني يكفون شرنا يعني نشوفونا نضرب الناس ونعتدي عليهم يعني على ذول المادون زين بس هاي الشخصيات احنا ما نقدر نضربها زين لكن يعني قلت لك مثلا يدزوا على اللفات هذا مرات ما يقبل يجيب يعني صراحة يعني شوفها صعبة عليه زين ده تسمعوني أبو ليث لو صوت ده يقطع نسمعك نسمعك كلش واضح ولا تسألني كل ساعة تسمعوني استرسل صديقي تفضل زين مرات انه يشوفها صعبة عليه لا يقدر يعتذر من عنده ولا يقدر ما يجيب له فما يجيب له هذا ينتحس صاحبنا زين او مثلا يجينا واحد يقول يابا هذا شو سلام الثقيل شوية ما بدي اقول الكلمة عيب يعني حطه من كرامته ما اقولها غير كلمته بعد تفتهموني لان عيب شوية شيء زين زين شو نسوي لهذا ابو ليل هذا احنا عندنا جهاز يصير مستطيل الشكل زين. زين هذا الجهاز شغلته حساس جدا على المعادن شايفين يمكن بالمطارات اي نعم اي فهذا الشخص اول شيء احنا شنو نظام عملنا لازم يعبر من هذا الجهاز سواء كانت بنية او رجل مهما يكون عنوانه يعني ما عدا الحماية الخاصة وكذا زين يعبر من هذا الجهاز ورا ما يعبر انه انا فتشي يدويا زين ورا ما يتخطى الجهاز واذا كانت امرأة لا عندنا مفتشة هي تفتش لكن في حالة انه الجهاز رن على امرأة او رجل لازم نعرف ليش رن زين اي ماكو انه يعني لازم نعرف شنو سبب الرن مالته اذا كانت امرأة فتروح المفتشة تعال ليش رن تجي المفتشة تبلغ ما تبلغني لي طبعا لان انا جنس صغير بالعمر بلغ مسؤولنا زين يعني قصدك رن انه هذا جهاز الفحص اذا طلع اشاره وبيها صوت انه اكو فت قطعه معدنيه بجسم نعم شايله هذا الانسان على مود لين كلمه رن عبالهم انه تليفون او شيء لا انه جهاز الفحص مال الانسان تفحصوه اذا رن الجهاز طلع صوت معناته اكو قطعه معدنيه بجسمه فلازم تفتشوه ان كان رجل انتم تفتشوه اذا امراه اكو نساء يفتشوها هو بكل الاحوال احنا حتى لو ما رن انا راح افتشه زين بكل الاحوال زين بس من يرن الجهاز راح يصير موضوع شبهه اي نعم يعني يصير موضوع شبهه وريبه سواء كانت امراه او رجل المراه قلت لك احنا اول ما نطلع من الجهاز نحولها على المفتشه المفتشه لازم تقول لنا ليش رن الجهاز وحتى لو ما رن هي هم تفتشين فتي ما تجي تقول لي يعني تقول للمسؤول مالتنا انه تعرفون يعني اكو نساء بالملابس ما تصير قطع مال معدن فتجي تقول وهم من طبعا ناخذ احتياطاتنا ترجع انه تفوت من الجهاز لازم ميرن حتى لو وصلت لك الفكره؟ زين هاي بالنسبه للمراه اي نعم لان لازم نعرف اي بعدين انه تاخذ احتياطاتها تجي هذا شنو نسوي له مثل؟ طبعا هو اول ما يجي على هذا الجهاز كلش حساس بحيث انه قبل لا توصل بسنتيمترات اذا شايل معدن يدك قبل لا تعبره زين شنو صناعته ما اعرف اي هذا كان بين فترة وفترة إحنا نتغير عليه لأن على أساس إنه بإشعاع حسب ما قالوا إنه ما أعرف صدق المعلومة أو كذبة ويأثر على الجسم فدائما بين فترة وفترة إنه يبدلونه زين شنو موضوع سالفتنا أنا على الجهاز يجيني أبو ليث يقول لي هذا شوية هين إيش أقول لكم إياها بالمصطلح يعني حاشاه والرجل أنا أعتذر طبعا من هاي الكلمات ومو أشوفها مو أخلاقية ولا دا أفتخر بيه بس أريد أوصل الفكرة هو المقدم أو العقيد من يجي يعبر ينزع تكرم حذاءه لأن مرات عزن جليدك مال عفو مال بوت زين زين فمن يعبر هذا الشخص احنا قلت لك نريد شوي ننزل من يعني
نسي إلي، فعاني أو أي شخص يوقف هو من يطلع لازم أنا الفتش قريب على الجهاز بحيث بس اللي دي عبارة يعني أي شخص من عندنا شوية يحرك نفسه راح يدق الجهاز عليه من على المسدس هذا الشايلة مو علي. زين عبر أول مرة طبعا من راح يدق الجهاز قبل راح نباوع عليه إحنا إيش راح يصير موضوع ريبة وشك راح نقول له ارجع مرتي الثانية طب زين ليش دق الجهاز أي فمرت الثانية هم يعبر أنا نفس الحركة راح أسويها أو أي شخص لو بخطي هذا راح يصير وجه أحمر فنسيله هذا السؤال دائما كنا اللي نسوي بيه من غسل ملابسك رأسا راح يقول لو مرتي لو أمي إحنا نظل نضحك بداخلنا زين عبر لازم نريد نعرف يا بتعال انت ليش هذا الجهاز زيدون اوقف صيحوا لنا واحد خلي يطب خاف الجهاز مشكل يعبر اي شخص ما يدق عليه وانا اذب مثل غراض اقول له شو استاذ شو ما يدق عليه شنو السالفه تعال طب مره الثالثه او الرابعه راح يطب راح يدق الجهاز تدري شو نسوي له ابو لي اول شيء راح نسد الباب ننزعه قمصلته يبقى بالفانيله والبطرون زين هاي ورا ما يذب محفظته وهذا غلط هو أول ما يذب يذب حذاء طبعاً ونطاقة هاي أول ما قبل اللي يطبوا بهذا الجهاز راح النزعة قمصلته يبقى بس بالبطرون والفانيلة جيد؟ زين راح أشيل أنا مثل الفانيلة اللابسة مالت القمصلة فوت بيها ما يدق الجهاز إذن العيب مو بالش اسمه القمصلة وياي؟ اي نعم راح نقول له طبرت الثانية نفس الحركة شو راح يصير طبعاً هو راح يفقد خطيئة للمعلومات من الخوف في ذلك الوقت يقوم حتى تركيزه يشتت زين تسمعني لو بتسمعني نسمعك ايه فراح يشتت لدرجة انه يوصل مرحلة يعني اقول لك اذا انا اريد ان ازعى البطرون ان ازعى ما اريد اكمل بعد لان شوية عيب يعني وما اريد شوية اجرح الناس بعدين وإذا أريده هنا بالزايد هو راح يبقى مثل طبعا في الغرفة حتى نقول عيب بالملابس الداخلية أو يبقى بالبطلون إذا أريد فدنا بنسيله نطبوا بناس من العمال يباعون عليه مثل واحد يدقون عليه يا استعجلوا ترى صار هواي زخم نطبوا بنا فداء يباعون عليه واقف بالزاوية خطية ومدني زين بعدين عود إذا نريد نحن عليه نقولهم هادي جيبوا لنا ذاك الجهاز عندنا غير جهاز يدوي إذا شايف أي شيء خله باليدين لازم إيه صح أي هذا ما يدق بعد ما يدق يلا أستاذ مو مشكلة زين بس هاي الحكي قلت لك حسب هذا فأحد يقبله هيش وطفل عمره 15 سنة أو 16 سنة يسوي هيش رتبة عسكرية هو هذا الرسالة اللي أوصلها لو أنت بمكانه تقبل على نفسك أنا بعمري أسوي بيك هيش شنو أعلى رتبة سويتوا بيه هيك حالة تتذكرها؟ والله عقيد مقدم يعني مو بس ترى رتب يعني مرات مهندس شهادة وهاي بس مجرد الرجل إنه ما يعني هو الناس تعاملنا باحترام بس إحنا نريد إنهم يعني يتعاملون بخضوع من يحكيها لازم بخضوع يحكيها هم ناس مؤدبين كل شيء هنا كنتوا تحسون بقوة كل شيء عالية لكم على الناس تردون تستعملون هاي السلطة اللي طاكم يا صدام حسين على الناس كل شيء يعجبكم تستعملوها بهيك وضعيات تثبتون النفسكم انتم ارواح الناس بديكم تقدرون تسوون اي شيء اكيد هو الناس قلت لك مؤدبه مو العيب مو بالناس العيب بينا يعني الناس مؤدبه بس احنا مثل هو عقيد او مهندس او رئيس يعني ايش ما الريده يذلل لنا يعني بس انا اقول لك انا اقول العيب مو بيكم انتم اطفال وانتم بعمر متهورين ما عندكم ذاك الإدراك العيب بالحكومة اللي تستعمل هذول الشباب الصغار وتعطيهم سلطة ومسدس وتحطهم على الناس وتستغل هذا عدم إدراكهم في إهانة الشعب العراقي ويستغلوكم كأدوات لتعذيب وإذلال الشعب العراقي يعني هاي أذبها على الحكومة ما أذبها عليكم أنتوا أطفال ما لكم دخل صح؟ صحيح أنا هم كنا يعني ما عندنا لا وعي ثقافي لا عنه عندنا خبرة بالعمر زين فحتى خطية يعني هكو تصرفات يعني عندنا بعض الأخوان تصرفوها يعني شو يعني منهم شخص عدم اثنين عمال ترى الله عدم والله العظيم اثنين عمال عدمهم يعني مو عدمهم كذين كتبوا بهم وانعدم هو قالوا يسبون معنا أنا سمعتهم وهالحقيقة هم سبوا صدام كانوا لو هيك اي صحيح سبوا اي صحيح سابين وهذا ما يدرون بيواقف ورا السياج
يعني هي ده يشتغلون بمكان وهذا يعني شلون بنايه وهذا واقف ورا الحائط وذول ايش ايش من صدام شوف ايش يبني وكذا وهذا اللي يسمع بيهم. هاي اي سنه وهذا الطفل كان اي سنه والله هي بديش السنين يعني هي بالثمانينات يعني باللي يعني قصدي ورا 89 هيك يعني ما اتذكر باي سنه بالضبط حتى اكون امين. يعني صدام يبني وذول العمال العراقيين كاتلهم الضيم ودي يشتغلون يسبون صدام وهو سمعهم هذا ورا السياج وعدمهم عدموهم لين سبوا صدام. اي أيوه وهذا طفل وهذا كان طفل يعني بعدين انا شفته طبعا قبل السقوط شفته يعني الولد شبه متندم يعني يقول انا جاهل من سويت هذا العمل هو مشكلته هو يتحاسب امام الله انا ما اعتبر له بس هو الولد متندم طبعا هو بالجريمه هو بالجريمه الشريك بس الجريمه الاكبر اللي حطه بهالمكان وانطاه هاي الصلاحيه انه وصلت مرحله اللي يسب صدام ينعدم فاثنين عمال اي والله عدموهم لان سبوا صدام يعني لين ليش اعتبروها اعدام لين باعتبار نص الموقع الرئاسي والمكان الرئاسي وهاي من هالمكان انه سووها صعبه عليهم وعدموهم شلون انه بنص القصر ويسبون صدام شنو هالجراه هذا زين اثنين عمال الله يرحمهم ان شاء الله يغمدهم برحمته خلي يسمعون خلي يسمعون ذول الكلاب مال صدام خلي يسمعون شعب ميت جوع كاتل الضيم دي يبنون بقصره وهم تعبانين سبوا صدام انعدموا الاله مالتكم يا ناقصين يا ولد الناقصين دايحين والله تدري يعني من اسبهم كلهم يعصرون من جوا وانا كلهم صار بين بواسير انا خابروني بتركيا دكتور اسمه يلدز ودكتور بعمان اسمه شو اسمه خصاونه وواحد بدبي اسمه الميالي ما شو اسمه المنهالي ذولا دكاتره اختصاص بواسير قال خابروني هذا ابو تركيا قال لي نوصل سان كارديشم بواسير ده صدام ده كارديشم كلهم بواسير يعني بالتركي قال لي وخابرني هذا من عمان قال لي ايش هذا يا زلمي ايش عم تعمل يا زلمي هذول جماعه صدام كلهم بيهم بواسير يا زلمي من وراك وهذا ابو دبي ما اعرف شلون يحكون هذا هي بواسير جماعه صدام ايش قال لي يعني بالضبط فنقلوا لي صورة انه كلكم بيكم بواسير حاليا والبرنامج جيتوا قاعدين وتعصرون من جوه شوية رخوا احنا هنا نرزلكم ونطيح حظكم بس يعني بيناتنا هالحكي بيناتنا لا تروحون تفضحونا امام الدكاترة مال الدول زقردم دبس زي المهم هسه انعدموا اثنين لين سبوا صدام بالقصر الجمهوري الكلب ابن الكلب وهم عمال ديبنون بالقصور مالته الخايس ابن الخايس اللي ظلت وراء لهذول الوراء المهم هسه نجي حدث ثاني تفضل يا طيب طبعا ابو ليث بس اريد انوه الشغله طبعا انا الحمد لله وشكر يا اخوان الله سبحانه وتعالى كان محيطني بلطفه يعني والله العظيم انا في ذلك الوقت كنت طفل ما اعرف شنو الشغله انه الانسان من هنا كرامته او ينظروا زين انا والدي سولف يعني كنت اسولف له ونصحني قال لي يعني الذي وصل لي الفكرة في ذلك قال لي صدقني تهين الناس راح تهيني تعتدي على الناس راح تعتدي علي زين بس أنا ما اقتنعت بكلام والدي بس الحمد لله الله سبحانه وتعالى راواني يا ذاك الوقت قبل أن ندخل على الكويت لا استغفر الله ورا من دخلنا على الكويت بداية دزول دورة ضبط عقوبة وشفت الإنسان من ينهان وشفت الخوف وشفت الرعب هناك هاي بعدين احكينا هاي العقوبة مالتك محمد علوان يقول يعني هسه اخو قلاله دي يعصر بالبواسير اخو قلاله البارحه تعدل مو كان بس اليمنى اعوج هسه تعدل يسرى ويمنى بواسير عنده من قبل يعني مو من هسه صار له 6 اشهر تقريبا اضافه للسكر اللي عنده والسوالف فهاي نتائج هسه الاخيره اي تفضل صديقي كمل فاذا تريدون اسوي لكم حلقه على دوره الضبط ومن اللي لقيت بيها بكيفكم هاي خلينا نعبر يلا خلينا نسمعها ليش لا بالعكس دي يلا مو مشكله اي سنه اي سنه طبعاً. وشنو ليش شنو غلطك وليش دبوك ومنو شفت بيها اي نعم اوكي احنا كنا داخلين الكويت بوقتين يعني بالخمس اشهر بين الدخول والحرب هاي الفتره والله ما اعرف ايش قد للامانه حتى اكون صادق يعني بس ماكو حرب يعني بس طابين الكويت هسه راح احكي لك من لقيت هناك حتى تعرف يعني فرهديه الكويت يعني بين الشهر الثامن الى الشهر الواحد نصه بهاي الفترة يعني اي نعم اي ما اعرف يعني الحرب بعدها ما صايره المعلومات
اي نعم. زين. المهم كان واجبي ويا عمال بمكتب مال صدام. زين. زين. صاير بالضبط وراء يعني قبل لا توصل ساحة مال عباس بالفرناس قبل لا توصل انت جاي من العامري على يدك اليسرى يعني وراء هذا السياج. كان هناك واجبي ويا عمال. دقيقة عباس من الفرناس. وين مكانه؟ عباس كانك طالع على المطار؟ اه عباس بن فرناس انا خبطت بساعة عنتر اجبية آه. عباس بن فرناس اي جاي انت من المطار قبل توصل الساحة يعني متوجه للمطار يصير هو البناية العالية ذاك اليسرى هناك كان اكو مكتب مال صدام اوكي اي نعم ومقر مال فوج اي وحتى كانت اكو زين اكو مكتب كان الصدام كامل من دخلنا الكويت فتحوا له هناك مكتب ومكتب الهيثم السيامان المجيد المهم واحد من ذن المكاتب انا كنت بالمكتب ما صدام بيشتغلون بالعمال انا كنت ضايج وبوقت هندار ونفسيتي تعبانه كلش يعني وطفي اريد انزل اروح اشوف اهلي اشوف هاي كلش كنت تعبان اروح افيق على المنطقه افيق على المنطقه عندي هويه ومسدس اي غير الصدق 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 يعني انتم تموتون على النزول على مود الفيكه اكيد ابو ماني اني تدري شنو ابو عبد اني عذرا انا مو انتقص من عندك او من اي احد لا لا هذا واقع حال بالعكس شغله نفسيه واحد بهالعمر ينطوه سلاح وينطوه هويه ما حد يقدر ياخذ سلاحك من عندك وينطوك راتب عالي وينطوك سلطه تقتل فانت اكيد من تجي بالشارع بالمنطقه مالتك شبيك تباوع عليه انت تندق بالناس صح لو غلط صحيح اي صحيح الناس خاف من عدل انا طفل لا الان شنو طفل اي نعم ايه وثاني شيء يعني انا كان يصحوا لي استاذ جوا زين انا خلص ابتدائي خطي مهندس يصح لي استاذ بس يريدون يعني علي وجماعتي يعني انت في سبيل انه يريدوا يكفون شرني زين ولا وشن يعترف فيه يعني اي نعم زين اي فبعد انت يصحوا لك استاذ وتطلع برا وانت يعني شلون تشين بالناس وتقدر يعني رقاب الناس جوا ايدك وكلاء ولسانك البذي بعد شو تريد يعني كلها متوفرت لك زين بس هي كانت رحمة لي دورة الضبط والله العظيم أنا يعني أشكر يعني فضل من الله من دزوني إليه لأن عرفت شنو الإنسان وشي يحس بالخوف المهم أنا كنت ضايج وسنوني توجعني فعايف العمال ورايح يجي بصفحة يعني زين فإجا مسؤولنا مو الضابط مالتنا صاع عليه شنو أنت طبعا أنا نسيت ويا الأدب للمعلومات مو هو الرجل مو صوتي زين أنا نسيت ويا شوف أنت يعني مسؤول يسوي ويا الأدب لعد العالم شلون أوكي. زين اي فللامانه على صياح مالتي علي الولد ما سالت ابان طلع هيثم سليمان المجيد من غرفته من الغرفه مالته طلع على صياحي زين اي لان قلت لك كم يعني قريب كلش علي امتار هو المكتب على المقر يمكن يدل الاخ ابو وسام المكتب القديم اللي ورا المقر فوج اي فطلع على قال لي هسه تروح دور الضبط ثلاث ايام وسجنهم سجنوني زين أبو ليث دورة الضبط أنواع كانت أنا جزء أخفه أول شيء دورة الضبط إخوان أنواع إذا تحبون تريدون أشرح لكم أنواعها هم ما عندي مانع والله أشرح لنا سؤالنا خلنا نعرف الحقائق من عندك إيه نعم دورة الضبط الله لي يقولها إن شاء الله بعد ما يشوفوها أي إنسان عراقي زين بحق محمد والي محمد إذا رادوا وياك تصوير كاميرا هذه راح يصير بيعاها إذا ما مات وراها السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله